مبروك يا حبيبتي. بصي يا منون، مبروك يا منون. نونا نونا مبروك يا حبيبتي. هنا برضه كل مره خد حبر بقى يا حماده، انا يعني خلاص البصمه سبتها لك هديه. هديه الله، هديه الله، عشان نسحقها طريفه. ايوه ايوه ايوه. من شويه كان كاتب كتاب منة عماد بنت الاعلاميه مفيده شيحه على عريسها احمد محمد بحر من داخل مسجد محمد علي بالقلعه، بحضور عدد كبير من الإعلاميات من بينهم مريم أمين ورولا خرصة، بوسي شلبي ولمياء فهمي عبد الحميد ودعاء صلاح وسهير شلبي. وحرصت مفيدة شيحة على الاحتفال مع بنتها قبل كتب الكتاب، وشاركت فيديو على حسابها في انستجرام وهي بترقص تعبيرا عن فرحتها الشديدة بزواج بنتها، وعلقت على الفيديو وكتبت النهاردة فرحة عمري، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي. وكمان نشرت مجموعة فيديوهات أثناء استعداداتها لحفل كتب الكتاب، وارتدت مفيدة شيحة فستان بأكمام طويلة باللون الموف وعليه بعض الرسومات المطرزة باللون الأبيض ومع حزام برضو باللون الموف. وصرحت مفيدة لأحد المواقع إن زوج بنتها جاب لها شقة أوضة وصالة، لكنه محترم جدا وابن حلال وبنتها سعيدة معاه وحاسة بأمان، ودعت لهم إن ربنا يساعدهم. ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.